بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سنتحدث في هذا الفيديو عن إحدى العصاريات الشائعة، سريعة النمو سهلة الإنبات، وهي عصارية فك التمساح أو ما يسمى بالثريا، وأحيانا أم الملايين ورمش العين، وهي جميعها تسميات شعبية تطلق على البريفيليوم، عصارية البريفيليوم. هذه العصارية تمتاز ب قوتها وقدرتها على التكاثر. نبات زينة في بلادنا، يعد نبات زينة، مع أنه يعد في بعض المناطق من الحشائش الضارة التي ينبغي التخلص منها في الحقول. طريقة إكثار هذا النبات سهلة جدا، من خلال الزوائد هذه التي تظهر على أطراف الأوراق بشكل كثيف جدا وكبير جدا، تسقط تلقائيا. يمكن إكثاره، تركه إذا زرعت واحدة نبتة واحدة من البريفيليوم، يقوم بالتكاثر تلقائيا، وتبقى هذه الأجزاء في التربة حتى تجد الفرصة المناسبة لتشكل نباتا جديدا. عصارية البريفيليوم عصارية سامة، لا ينبغي الإكثار منها بالحدائق. لها أزهار جميلة، بعد أن تبلغ بحدود 80 سنتيمتر تظهر أزهارها الحمراء في الصيف، أزهار حمراء جميلة في الصيف. هو نبات لأنه سهل الإكثار، لا يحتاج إلى أي عناية، فقط يحتاج أن يكون في منطقة مشمسة. يمكن اعتباره من نباتات الزينة التي يمكن جعلها في حديقة المنزل أو في الصيص، ولا تحتاج إلى كمية من أو نوعية معينة من الرعاية. هذا النبات كما قلنا يحتاج إلى الشمس المباشرة، لا ينبت في الظل، لا يجود في الظل بالأحرى. الورقات الصغيرة هذه المنتشرة هي وسيلته في التكاثر، ويمكن أخذ أي ورقة وزراعتها، وزراعته ناجحة دائما. هذا ما يمكن الحديث فيه عن نبات البريفيليوم. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. أنا أمل أن تشتركوا في قناتنا إن أعجبناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.